والآن تحول في نشرة السادسة للتعرف على أهم أنباء الاقتصاد والتفاصيل مع ميرنا إيهاب. تفضلي. شكرا لكما إلهام وريهام، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. كشف مصدر مصرفي عن وجود إقبال ملحوظ لعمليات شراء الشهادات الدولارية الجديدة التي تم طرحها من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءا من يوم الأربعاء الماضي. وتعد الشهادات الجديدة من أفضل الأوعية للدخرية الدولارية عالميا من حيث معدل العائد، حيث تقدم فوائد متنوعة وفقا لمدة الشهادة. عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاء موسعا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالأسكندرية، وذلك لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة. وأعلن رئيس الهيئة بدء التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الدولة نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح. وأرجعت الغرفة زيادة المخزون إلى توريد القمح المحلي والتعاقد على استيراد القمح من الخارج، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لأكثر من 5 أشهر. واتخذت الحكومة العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنها زيادة سعر أردب طن القمح المحلي إلى 1500 جنيه. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، لتنهي التعاملات عند مستوى 1,189 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بنسبة 1.24% ليبلغ مستوى 17,554 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة تقدر ب 0.4% ليبلغ مستوى 3,517 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 41% ليبلغ 5,192 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض مواصلة خسائر الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح، وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.5%، فيما صعد المؤشر القطري بنفس النسبة البالغة 0.5%. حثت اليابان سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها على تسريع إعادة هيكلة ديونها مع مقرضيها لا سيما الصين أكبر دائنها. ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنها. قال
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن بلاده اتخذت قراراً سيئاً عندما انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية قبل 4 سنوات لتصبح الدولة الغربية الكبرى الوحيدة التي تتخذ مثل هذه الخطوة. وتسعى مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية. ويرى منتقدون للفكرة أنها أداة تستخدمها الصين لتوسيع نفوذها الجيوسياسية والاقتصادية. انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم إلهام وريان. شكرا مرنا.